في البداية نحني الحي السادة أصحاب سائقي الإسعاف الخاصة لانضمامهم إلى غرفة الطوارئ بمديرية الأمن باسم رئيس الغرفة على هذا التعاون. طبعا فيها بعض الملاحظات اللي يتم التنويه عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاسم عقيد محمد علي صداعي، رئيس غرفة الطوارئ بمديرية أمن الزيتن. طبعا تشكلت غرفة الطوارئ بمديرية أمن الزيتن بناء على قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020، وبهذا تم إصدار قرار مدير الأمن بتشكيل هذه الغرفة بمشاركة العديد من الجهات الأمنية، منها سرية الشرطة العسكرية، ومن دوريات من أمن السواحل والشرطة الزراعية وجهاز الهجرة غير الشرعية والكتيبة المساندة للجيش الليبي 1071. طبعا هذه الغرفة من مهامها هي تطبيق حظر التجول داخل البلدية ومساعدة لجنة الأزمة المكونة داخل المجلس البلدي إزديتن، وتقوم هذه الدوريات بتمركزات داخل البلدية وكذلك دوريات متجولة لمساعدة الحرس البلدي في تنفيذ إقفال المحلات التجارية، وتكون عون لكل القطاعات داخل البلدية من الصحة وأي قطاع تاني. عميد محمد حسين أبو حجر، مدير مديرية أمن زليطن. احنا من اللحظات الأولى طبعا تم استدعانا في مجلس الرئاسي وحضرنا اجتماع بخصوص مكافحة تفشي مرض فيروس كورونا، وبقينا اجتماعات متتالية مدة يومين، ومن ثم رجعنا إلى مديرياتنا طبعا بعد ما وضعنا خطة عامة كوزارة الداخلية، وضعت الوزارة كمنتسبي وزارة الداخلية ومديرية أمن ومديرية إدارات، قمنا بوضع خطة عامة. أما ما يخص مديريتنا، قمنا من ساعة رجوعنا شكلنا غرفة طوارئ برأس العقيد محمد علي صداعي وتشكيل فريق استجابة سريعة، وتواصلنا مع المجلس البلدي وكذلك الناس اللي متطوعة في هذا المجال من فريقنا معنا تعافى، وكانت الاستجابة من قبل الأجهزة الأمنية بالمشاركة في تأمين المدينة من في حالة عند حالة في وقت إعلان حالة الطوارئ وإعلان حالة النفير والطوارئ بداخل مناطق حكومة الوفاق. قمنا بتشكيل الدوريات وبرئاسة غرفة الطوارئ والعمل على أكمل وجه الحمد لله. والله الاستجابة الحمد لله تمام، أكثر من نسبة 95% استجابة المواطنين والجهات بالعموم، مشكورين جدا أهالي مدينة زليطن لأنهم لبوا هذا النداء، وما فيش إلا عندنا الاستثنائيات الصيدليات والمصحات وكذا، وباقي جميع المكونات داخل البلدية على تم قاموا بتلبية النداء وبارك الله فيهم. ونوجه رسالة شكر لأهلنا بمدينة زليطن اللي بخصوص أن تلبيتهم لهذا النداء، قفل المحلات وقفل ومنع التجوال، إلا أن في ملاحظة بسيطة، وهو في بعض من شرائح المجتمع ما زال وهي جزء بسيط لكاد أن يذكر أن عبارة عن تجوال بآليات ومركبات. أنتم عارفين إحنا طبيعة المواطن الليبي أنه هو يحب الفسحة ويحب يطلع ويحب يتجول، لكن بإذن الله من بداية ساعات المساء لا توجد أي حركة.